عليكم أيتها الرائعات، معكم أميمة على قناتكم وصفة نسمة للوصفات الطبيعية. سعدت بلقائكم عزيزاتي، وأتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية. وصفتنا لنهار اليوم فهي جد مفيدة وفعالة لتبييض الأسنان وإزالة الجير والتراكمات، وكذلك التخلص تماما من رائحة الفم الكريهة. الوصفة مكونة من 3 مكونات فقط، ستحافظ على الأسنان وكذلك ستخلصك تماما من الرائحة والتراكمات والترسبات. إذا كنت مهتمة عزيزتي بالوصفة فتابعي الفيديو للآخر. الوصفة لنهار اليوم عزيزتي مكونة من مكون أول هو الحامض أو عصير الليمون، فعصير الليمون أو الحامض يعد من بين المكونات الرائعة جدا والفعالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة، وكذلك سيعالج مشكل اصفرار الأسنان وكذلك التراكمات والترسبات، وذلك لأنه فعال جدا للتخلص من الميكروبات والجراثيم التي تعد من بين الأسباب الرئيسية التي تعطي اللون الأصفر أو اصفرار الأسنان وكذلك حدوث أو الإصابة بتسوس الأسنان. ولهذا فعصير الحامض جد مهم وفعال جدا في هذه الوصفة. ستحتاجين عزيزتي كمقدار من عصير الحامض في هذه الوصفة لتحضيرها إلى 2 معالق كبيرة من الحامض أو عصير الليمون. أما المكون الثاني فأنا أعتبره من المكونات السحرية التي ستساعد كثيرا في التخلص من اصفرار الأسنان وكذلك رائحة الأسنان، وخصوصا في الفترة الصباحية، وهو الثانوج أو حبة البركة، هو يكون على هذا الشكل. فالثانوج هو من المكونات القديمة جدا أو التي كانت تستخدم من طرف جداتنا وأجدادنا للحفاظ على الأسنان من التسوس وكذلك تخلص أو تجنب مشكل اصفرار الأسنان. حبة البركة مفيدة في التبييض وكذلك إزالة التراكمات والترسبات، وأيضا تحمي الأسنان من تسوس الأسنان، وأيضا تمنع من ظهور مشكل رائحة الفم الكريهة. ستحتاجين عزيزتي كمقدار من حبة البركة أو سانوج إلى ملعقة كبيرة من مسحوق حبة البركة أو سانوج. سقومين عزيزتي بتسخينها قليلا في مقلاة أو في مقلاة كذلك أو أي إناء، ثم بعد ذلك أو يمكنك إدخالها للفرن كذلك لتسخينها قليلا، وبعد ذلك تقومين بوضعها في الخلاط الكهربائي وتقومين بخلطها جيدا أو طحنها وغربلتها إلى أن تحصلي على مسحوق حبة البركة أو السانوج. وتأخذين بعد ذلك ملعقة كبيرة من هذا الخليط أو هذا المسحوق، أي مسحوق السانوج. أما المكون الثالث والأخير في هذه الوصفة فهو معجون الأسنان. فالمعجون الأسنان معروف عليه على أنه مبيض وكذلك يزيل الميكروبات والجراثيم، وأيضا يقضي تماما على الترسبات ويعالج مشكل ويحافظ على الأسنان من مشكل تسوس الأسنان. ستحتاجين إلى ملعقة كبيرة من المعجون، أي معجون لديك عزيزتي في المنزل فيمكنك استخدامه، أو معجونك الخاص الذي تستخدمينه بشكل يومي يمكنك استخدامه في هذه الوصفة. بعد التعرف عزيزتي على مكونات الوصفة نمر الآن بحول الله إلى شرح طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام. فضلا وليس أمرا عزيزتي، إذا كنت من المتتبعات الجدد لقناة وصفة نسمان فالمرجو منك الاشتراك في القناة وأيضا تفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتنا فيما يتعلق بالوصفات الطبيعية الخاصة بالبشرة والوجه وكذلك التخسيس، وأيضا وصفات الحمل الناجحة والمجربة ووصفات الخاصة بالتجاعيد. أكون شاكرة لك أختي الكريمة كثيرا.
فيما يتعلق بطريقة تحضير الوصفة فهي جد سهلة وبسيطة، فكل ما عليك هو أخذ إناء مناسب تضعين فيه مسحوق السانوج وكذلك 2 معالق كبيرة من عصير الليمون أو الحامض الرائع جدا جدا في القضاء تماما على رائحة الفم الكريهة. كآخر خطوة تضعين معجون الأسنان، وبعد ذلك تقومين بخلط المكونات جيدا حتى تتجانس، وبعد ذلك تأخذين فرشاة نظيفة تقومين بتخصيصها فقط لهذه الوصفة أو الوصفات الطبيعية الخاصة بتبييض الأسنان. تقومين بأخذ القليل من هذه الخلطة أو الوصفة، ثم تقومين بفرش أسنانك جيدا من الأعلى إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى بشكل عكسي لمدة 5 دقائق. يمكنك تكرار هذه الوصفة مرة واحدة فقط في اليوم، ويمكنك تكرارها لمدة أسبوع، وبعد الاستخدام الثالث فقط لهذه الوصفة ستلاحظين نتائج جد رائعة. يمكنك أيضا الاحتفاظ بما تبقى من الوصفة في الثلاجة لمدة أسبوع بالكامل، وبعد ذلك يمكنك تجديد الوصفة. كانت هذه هي وصفتي لنهار اليوم عزيزتي، دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في وصفة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم أيتها الرائعات، معكم أميمة على قناتكم وصفة ناسمان للوصفات الطبيعية. سعدت بلقائكم عزيزاتي، وأتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية. وصفتنا لنهار اليوم فهي جد مفيدة وفعالة لتبييض الأسنان وإزالة الجير والتراكمات، وكذلك التخلص تماما من رائحة الفم الكريهة. الوصفة مكونة من 3 مكونات فقط، ستحافظ على الأسنان وكذلك ستخلصك تماما من الرائحة والتراكمات والترسبات. إذا كنت مهتمة عزيزتي بالوصفة فتابعي الفيديو للآخر. الوصفة لنهار اليوم عزيزتي مكونة من مكون أول هو الحامض أو عصير الليمون، فعصير الليمون أو الحامض يعد من بين المكونات الرائعة جدا والفعالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة، وكذلك سيعالج مشكل اصفرار الأسنان وكذلك التراكمات والترسبات، وذلك لأنه فعال جدا للتخلص من الميكروبات والجراثيم التي تعد من بين الأسباب الرئيسية التي تعطي اللون الأصفر أو اصفرار الأسنان وكذلك حدوث أو الإصابة بتسوس الأسنان. ولهذا فعصير الحامض جد مهم وفعال جدا في هذه الوصفة. ستحتاجين عزيزتي كمقدار من عصير الحامض في هذه الوصفة لتحضيرها إلى 2 معالق كبيرة من الحامض أو عصير الليمون. أما المكون الثاني فأنا أعتبره من المكونات السحرية التي ستساعد كثيرا في التخلص من اصفرار الأسنان وكذلك رائحة الأسنان، وخصوصا في الفترة الصباحية، وهو السانوج أو حبة البركة، هو يكون على هذا الشكل. فالسانوج هو من المكونات القديمة جدا أو التي كانت تستخدم من طرف جداتنا وأجدادنا للحفاظ على الأسنان من التسوس وكذلك تخلص أو تجنب مشكل اصفرار الأسنان. حبة البركة مفيدة في التبييض وكذلك إزالة التراكمات والترسبات، وأيضا تحمي الأسنان من تسوس الأسنان، وأيضا تمنع من ظهور مشكل رائحة الفم الكريهة. ستحتاجين عزيزتي كمقدار من حبة البركة أو سانوج إلى ملعقة كبيرة من مسحوق حبة البركة أو سانوج. تقومين عزيزتي بتسخينها قليلا في مقلاة أو على في مقلاة كذلك أو أي إناء، ثم بعد ذلك أو يمكنك إدخالها للفرن كذلك لتسخينها قليلا، وبعد ذلك تقومين بوضعها في الخلاط الكهربائي وتقومين بخلطها جيدا أو طحنها وغربلتها إلى أن تحصلي على مسحوق حبة البركة أو السانوج.
وتأخذين بعد ذلك ملعقة كبيرة من هذا الخليط أو هذا المسحوق، أي مسحوق الساندويتش. أما المكون الثالث والأخير في هذه الوصفة فهو معجون الأسنان. فالمعجون الأسنان معروف عليه على أنه مبيض، وكذلك يزيل الميكروبات والجراثيم، وأيضا يقضي تماما على الترسبات، ويعالج مشكل ويحافظ على الأسنان من مشكل تسوس الأسنان. ستحتاجين إلى ملعقة كبيرة من المعجون، أي معجون لديك عزيزتي في المنزل فيمكنك استخدامه، أو معجونك الخاص الذي تستخدمينه بشكل يومي يمكنك استخدامه في هذه الوصفة. بعد التعرف عزيزتي على مكونات الوصفة، نمر الآن بحول الله إلى شرح طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام. فضلا وليس أمرا عزيزتي، إذا كنت من المتتبعات الجدد لقناة وصفة نازمان، فالمرجو منك الاشتراك في القناة وأيضا تفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتنا فيما يتعلق بالوصفات الطبيعية الخاصة بالبشرة والوجه، وكذلك التخسيس، وأيضا وصفات الحمل الناجحة والمجربة، ووصفات الخاصة بالتجاعيد. أكون شاكرة لك أختي الكريمة كثيرا. فيما يتعلق بطريقة تحضير الوصفة فهي جد سهلة وبسيطة، فكل ما عليك هو أخذ إناء مناسب تضعين فيه مسحوق السانوج، وكذلك 2 معالق كبيرة من عصير الليمون أو الحامض الرائع جدا جدا في القضاء تماما على رائحة الفم الكريهة. وكآخر خطوة تضعين معجون الأسنان، وبعد ذلك تقومين بخلط المكونات جيدا حتى تتجانس، وبعد ذلك تأخذين فرشاة نظيفة تقومين بتخصيصها فقط لهذه الوصفة أو الوصفات الطبيعية الخاصة بتبييض الأسنان. تقومين بأخذ القليل من هذه الخلطة أو الوصفة، ثم تقومين بفرش أسنانك جيدا من الأعلى إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى بشكل عكسي لمدة 5 دقائق. يمكنك تكرار هذه الوصفة مرة واحدة فقط في اليوم، ويمكنك تكرارها لمدة أسبوع، وبعد الاستخدام الثالث فقط لهذه الوصفة ستلاحظين نتائج جد رائعة. يمكنك أيضا الاحتفاظ بما تبقى من الوصفة في الثلاجة لمدة أسبوع بالكامل، وبعد ذلك يمكنك تجديد الوصفة. كانت هذه هي وصفتي لنهار اليوم عزيزتي. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في وصفة أخرى إن شاء الله.